يعد قصر السقاف التاريخي والذي يقع في مكة المكرمة غرب المملكة العربية السعودية، وقد كان مقرا للدولة ومركزا للحكم في عهد الملك عبد العزيز والملك سعود بن عبد العزيز. قصر السقاف من المباني القديمة بمكة، حاملا ويحمل طابعا إسلاميا في المعمار لاحتوائه على الكثير من العناصر الفنية والزخارف الإسلامية. يلتحق بنا من هناك مراسلنا في مكة المكرمة أيمن الثبيتي. أيمن، أهلا بك معنا. يعني لو تطلعنا على تفاصيل أكثر حول قصر السقاف الذي يعتبر من المباني التاريخية والقديمة في مكة المكرمة ويحتوي على طابع إسلامي وكذلك زخارف إسلامية. نعم، شكرا لك حسن، تحية لك ولكافة متابعي قناة الإخبارية. بداية أسمى آيات التهاني والتبريك لمقام والد الجميع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، وإلى سمو ولي العهد الأمين، وإلى الشعب السعودي الكريم بمناسبة هذا العيد، عيد الفطر المبارك. رغم الألم لا زال السعوديون يبتهجون بهذه المناسبة الإيمانية من داخل منازلهم، وأيضا يتابعون كل الفعاليات من خلال قناة الإخبارية هنا في مكة المكرمة. النسيج الواحد والقلب الواحد، العاصمة المقدسة، الكثير من المعالم التاريخية التي ارتبطت بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن ثم أيضا بعض المعالم التي ارتبطت بالكثير من الأسماء، ومنها قصر السقاف وهو يسمى أيضا بقصر الملك عبد العزيز موحد هذه البلاد رحمه الله. هذا القصر حسن ارتبط بكثير من الأحداث، أيضا كان يأتي أهالي مكة المكرمة إلى هذا القصر لتهنئة ملوك هذه البلاد بالعيد السعيد. استزيد حديثا مع سعادة الدكتور فواز الدهاس وهو مدير مركز تاريخ مكة المكرمة والباحث التاريخي. مرحبا بك معنا دكتور فواز، كل عام وأنت بخير. نقف بجوار قصر شامخ يحمل اسم المؤسس، مؤسس هذه البلاد رحمه الله، نتحدث عن وخاصة في المناسبات كعيد الفطر المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كل عام وأنتم بخير مشاهدين الكرام، وبس تصحيحا، هذا هو القصر الملكي بالمعابدة، أما كونه تقول أن قصر السقاف فهو ليس هذا، وإنما قصر السقاف هو القصر الذي به وزارة المالية الآن. ولكن مكة المكرمة هي طبعا كنز من كنوز المعرفة التاريخية الآثارية، وبها من الآثار الإسلامية ما يربو على 100 موقع أثري طبيعي مرتبط بالسيرة النبوية، وهناك من الآثار الحديثة التي ترتبط بمؤسس هذه الدولة جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود الفيصل رحمه الله. ومن ذلك المآثر أو الآثار التي تركها الملك عبد العزيز هذا القصر الذي نقف نحن أمامه، وهو قصر الملك بالمعابدة. نعم. والذي بناها الملك عبد العزيز في بداية دخوله للحجاز، وقد يعني أو بنى أو ربط القصور القديمة التي به بالمبنى الجديد، وأصبح هو مقرا ليستقبل فيه الملك عبد العزيز عندما يكون في الحجاز جميع ضيوف الدولة وضيوف الحج والسفراء الذين يصلون إلى مكة لأداء العمرة، ومن ثم التشرف بالسلام على الملك عبد العزيز في تلك الفترة. نعم. ونلاحظ أن جميع القصور الملكية التي بناها الملك عبد العزيز في مدن المملكة وخاصة مكة المكرمة تقع خارج النطاق العمراني لمكة المكرمة. المنطقة التي نقب بها وهي منطقة المعابدة كانت هي خارج النطاق العمراني لمكة المكرمة، والهدف من ذلك هو أن يبتعد عن الاكتظاظ السكاني حتى لا يسبب حرجا ويسبب ازدحاما لسكان مكة
في الداخل. نعم دكتور فواز، ما الذي يحتوي هذا القصر من الداخل؟ الحقيقة هذا القصر إنما بني بهذه الطريقة وبهذا الطراز المعماري الذي يمثل الطراز الحجازي العمراني، إلا ليؤدي الوظيفة التي كان طبعا يريد الملك عبد العزيز أن يؤدي هذا الموقع، وهو استقبال ضيوف الدولة سنويا. وبالتالي كان أيضا يسكنه الملك فيصل رحمة الله عليه عندما كان نائبا لوالده في الحجاز، وكان أيضا يستقبل فيه يعني وزراء وسفراء وضيوف الدولة الكبار. ثم بعد ذلك طبعا بعد أن طبعا وفاة الملك عبد العزيز أصبح هذا القصر مقرا لكثير من الدوائر الحكومية، لأنه لما يحتويه من ساحات كبيرة ومن غرف ومن صالات إلى ذلك. نعم. أشكرك الدكتور فواز الدهاس مدير مركز تاريخ مكة المكرمة والباحث التاريخي من هنا من العاصمة المقدسة. هذا كل ما لدي حسن، الكلمة والصورة لك في الاستوديو. طيب أيمن، كيف تتابع يعني إجراء أو متابعة الجهات الأمنية إجراءات منع التجول؟ هل هناك أي اختراقات أو أي مخالفات ترصد؟ إذا كان هناك مخالفات، ما هي نسبة هذه المخالفات؟ نعم حسن، كما تعلم هو التزام تام وكامل من أهالي مكة المكرمة على مدار اليوم. هناك تقيد بجميع هذه الإجراءات لمنع التجول الكلي هنا في مكة المكرمة وأيضا في جميع مناطق المملكة، فبالتالي أيضا هناك تقيد كامل وكبير من الأهالي مع تواجد أمني في مختلف نقاط مداخل العاصمة المقدسة. أيضا حسن، جميع الجهات الأمنية ومختلف القطاعات العسكرية هي على اتصال مباشر بالمواطنين، وأيضا على تواجد في جميع مداخل مكة المكرمة وداخل الأحياء من خلال الدوريات الأمنية وأيضا شرطة العاصمة المقدسة لرصد أي مخالفات تنتج من خلال قرار منع التجول. فبالتالي هناك قوة تقوم بالحفاظ على قرار منع التجول هنا في مكة المكرمة وتحرير المخالفات مباشرة إذا وجدت من سائقي المركبات. أشكرك جزيلا من مكة المكرمة مراسلنا أيمن الثبيتي، أشكر كذلك ضيفك الكريم.